عند الأطفال، أكيد. وزي ما أنا قلت في المقدمة عايزين نعرف الكسور عند الأطفال بيختلف كتير عن الكسور عند الكبار، من حيث بقى التشخيص، من حيث طرق العلاج، ولا لا ما بيختلفش؟ لا، الاختلاف اختلاف جذري. يعني زي ما حضرتك تفضلتي، أولا الريت أو معدل كسور الأطفال أعلى كتير من كسور الكبار، عشان الحركة وعشان الحركة دي. الحاجة التانية إن طبيعة عظمة الطفل مختلفة تماما عن عظمة الكبير. احنا بنتكلم بقى في العظام بقى نفسها. بالظبط، في العظمة نفسها. العظمة نفسها. العظام في الأطفال نمرة واحد إن هنا في مراحل نمو مختلفة. والمفروض إن أنا وأنا بعالج أنا بريدكت أو متوقع إن أنا العظمة دي هتكبر في أي اتجاه، عشان خاطر إن أنا أرجعها أناتوميكال أو زي ما ربنا خلقها. لأن مش مسموح بي، يمكن الكبير أنا ممكن أسمح بشوية حاجات مثلا زوايا معينة وغيره. الأطفال لا، في أدم قريب مركز نمو لا، يبقى هنا القصة مختلفة. في نفس الوقت إن عظمة الطفل يمكن أول صورة لو شفناها لا، إن في مراكز نمو. مراكز نمو دي بتبقى عاملة زي الطبق، الطبق ده في آخر كل عظمة وأول كل عظمة. يعني لو افترضنا في عظمة الفخذ يبقى أعلى عظمة الفخذ من فوق وأعلى من تحت. يعني إحنا شايفين أهوت في دي الركبة، ركبتين بتاع الطفل، وفي الخط اللي فاصل بين العظمتين دول ده مركز نمو. والمركز النمو دوت هو ده اللي العظمه بتكبر منه. واي اصابه فيه لا، دي لازم تتاخد كوشس او بحذر شديد جدا. النقطه الثانيه ان عظمه الطفل مختلفه عن عظمه الكبير، انها بتكون لينه شويه. فممكن انها ما يحصلش كومبليت فراكشر او ما يحصلش كسر كامل، لانها بتكون عامله زي العود الاخضر. الصورة الثانية ان احنا بالظبط ده عود اخضر، ده عود اخضر عادي، عود شجرة خضراء. لما بنشوف الحالة نحاول نكسره زي عود الملوخية او غيره، نحاول نكسره ما بيتكسرش، لكن بيتني. لما لو حصلت الفرص قوية شوية بيتكسر اكتر. ده من ضمن الاختلاف. الاختلاف الثالث ان انا محاوط العظمة غشاء سميك، اللي هو برضو العظمة بتكبر منه بالعرض. والغشاء ده برضو مش متوفر في الكبار، بيكون خلاص بقى رؤية او الى اخره. الغشاء ده ممكن على قد ما هو هيجي مهم جدا للنمو، ممكن بسبب جراح عظام مش اطفال انه يسبب في تدمير الغشاء ده، وبالتالي العظمه ما تكبرش بصوره مناسبه او ما تلحمش بصوره مناسبه. دكتور رضا، حضرتك قلت حاجه مهمه، ان في ممكن جراح عظام كبار يعني مش متخصص اطفال. تمام، يعني ممكن حد دي رساله بقى اللي انا عايز اوصلها للناس، ان انا في حاجه اسمها استشاري جراحه عظام اطفال. ان مش اي كسر، معظم الكسور ممكن اي جراح عظام عادي يشتغلها. ولكن في كسور معينه في الاطفال لا ستوب، لان ده ليها بريدكشن او ليها مشاكل قدام لو ما ثبتهاش حد فاهم. يعني جراح عظام الكبار يا دكتور ما يعرفش يشخص مثلا طفل لو حصل له مثلا كسر في رجليه او ايديه؟ يعرف احيانا بتوصل لكده. فبتختلف التشخيص بالزبط. نفسه التشخيص بالظبط كمان. اوكي.